السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في اليو اف سي من جديد. انظروا شوفوا يا شباب، شايفين اللوحة صار على شعار قناتي وفلوا وناسا من ذا الكلام، يعني اخيرا الان يعني صار لايف، يعني الخلفية حلوة احسن من الشجرة المخيسة ذيك يا ولد. الحمد لله اني يعني صار شوفوا يا شباب، ان شاء الله باذن الله يوم الخميس والجمعة والسبت والاحد راح اكون متواجد في دبي، طيب احضر الكاميكون وافلها وانبسط، فما راح اصور فلوج لانه ما عندي كاميرا حاليا، الكاميرا اللي كنت اصور فيها فلوجات صارت فيها مشكلة وخربت، فراح اصور كل شيء في السناب. اتمنى انكم تتابعوني على السناب، راح ابثركم وراح اشارككم بكل هذا سنابي هنا. لا تنسى تضيفني يا وحش، شوف هذا السنة. لا تنسون ابدا دائما تضغطون زر اللايك، السلسلة هذه تعتمد على دعمكم زي ما قلنا لكم يا جماعة الخير. رايت اوفر يا جماعة الخير، هذا قوي مرة يا شباب، والله بيمغطنا مغط، نبغى واحد كذا قريب مني، اوكي؟ هذا كذا جالت معاي بيتجالد معايا مرة ثانية، أضعف واحد لأنه احنا المباراة السابقة يعني ذاك قسم. يلا يا جماعة الخير، أنا الحين ليش أتضارب مع واحد بعد أربع جولات؟ إيش يعني فهمتوا؟ هذا عشان إذا فزت عليه أقدر آخذ فلوس زيادة، أقدر أجيب متابعين أكثر. كعموما يلا خلينا نروح الكامب، يلا. خمسة أسابيع كثير يا شباب، وصح إن صرنا كاش صار عندنا 219، بس خمسة أسابيع مرة 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 كثير، فاللي نحتاجه تقريبا ثلاثة أسابيع وراح نكون جاهزين مرة مرة. أنا في السترايك يا شباب ضعيف، لازم أقوي نفسي. هيا أيوة أخيرا صرت 70 في الضربات اللي فوق، حلو. أو الستريك سترايك حلو، قلت لكم يا شباب نحتاج بس ثلاثة أسابيع، اللهم لك الحمد. الآن اللياقة 97%، أوكي أنا جاهز مرة، ليتس جو. خلاص لياقتي 98، ليتس جو. يلا 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 جاهز مرة أنا الآن. دائما نختار الأبيض، خلنا نختار هذا، إن شاء الله بإذن الله هذه النتيجة ما تتغير يا شباب، إن شاء الله. هذا كذا جلت معاه قبل كذا، أيوة جايبين، أها جلت معاه قبل كذا هذا وجلدته برضه. طيب شوف الإمكانيات، 27 سنة، نفس الطول أنا وياه، أنحف مني، أنا أوصل أكثر، ليتس جو، يلا جاهزين. أوه لا والله الأسود حلو عليك يا أبو حميد. ريدي، ريسبكت 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 ريسبكت، يلا يلا تعال تعال تعال. لا 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 كذا ما اتفق، صح صح. طيب 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 مهدي، هو مهدي. أوه طيب تعال تعال، لا تشرد لا تشرد ما تشردش يا حبيبي. اداني ضربه والله. اعطيناه دمان شويه، صح 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 ايوه. تاثر وجهه يا شباب، سلام. ضعيف 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 ضعيف، ما راح يتكي ما راح يتكي كثير، هذا ما راح يتكي معنا كثير، بس انه يدافع كثير. لا لياقتي مشكله، الضربات تستنزف مني لياقه بشكل ما تتصورون. طيب صح صحيح 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 فوق، سلام يلا تمام تمام. اوكي صحيح، عطى عطى. اوكي انتهى الراوند يا شباب، انتهى الراوند، فقعنا وجه تفقيع يا اخي. المهم يقول يو براور اللي وون برايفت راوند، اوكي يور اوبينيون مايت ميك سم انتو كم. اوكي المهم يقول يا شباب انه بدايه الجوله الثانيه هذه راح يهاجم، وبدل انه بيهاجم يعني ما راح يدافع، لما انه ما يدافع يعني ان شاء الله بتجي ضربات اقوى. ليتس جو يلا، صح صحيح. اوه بيبي يلا يلا. لا يا احمد يلا. يا اخي اعطيته الضربه الناك اوت بس ماش. لا 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 ايوه صح، يلا يلا خلاص، لا يوخر لا يوخر لا يوخر، يلا فوق. مرتين ناك اوت، يلا امسكه ايوه حلو، خلاص خلاص امسكته، وضع منتي وضع منتي، خلاص خلاص خلاص. اطلع اطلع فوقه سريع، اطلع فوقه، يلا خلينا نريح شوي ريح شوي، يلا حلو حلو، خلاص خلاص وضع منتي وضع منتي من. صح صريح، خلاص باقي شوي. خلاص يس، الراوند الثاني ناك اوت يا حبيبي. وحش صح ناك اوت، يس صح عليك. نكسب الان جمهور اكثر، اعطوني 33000، حلو حلو ممتاز. وكم كسبت من الجمهور؟ 41000 من الجماهير، الله اكبر يا سلام. قربنا قربنا يا شباب على 200000 قربنا. اتمنى اي يسوون لعبه زي هذه، بس يمدوك تتحكم بالمقاتل حقك، تقدر تسكنه، تقدر تشتري له سياره، تشتري له ملابس، تمشي في عالم مفتوح، وبرضه تشارك في القتالات. يا اخي يا اخي اعطونا زي كذا يا اي اي، ما يسوون الشيء هذا. طيب نشوف الفايت اوفرز يا شباب، هذا اقوى مني، هذا اوف ايش فيكم؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. الان لازم استرجل واتجارد مع واحد قوي، نعم
فا يا هذا اوكي راح اتجلد مع هذا يا شباب. الانجرتيني هذا انجرتيني يا ولد. هذه يبغى لها 5 ويكس كامبس، لازم تتمرن مده شهر واسبوع، لكن 3 اسابيع تكفينا اعتقد. في اي نادي نتمرن يا شباب؟ طيب تجلسوا قتال شوارع، نادي قتال شوارع، ناخذ 3 اسابيع كذلك. يلا والله صعب، احس اني مرتبك يا ولد، والله احسه قوي يا اخي ولد. حس سرعه الضرب صح، ايوه هنا بشد على سرعه الضرب يا شباب مره، اللي هو السترايك سبيد عندي مره بطيء انا في سرعه الضرب يا ولد، والباور قوه الضربه. اكتشفت ان كل نادي له طريقه في التدريب والتمرين، يعني كل نادي بيقويك في اشياء ثانيه. لياقتي مو مره والخصم قوي، كان مفترض اني ما عابط واخذ، بس كان انا يوم دخلت الفايت الماضي حسيت انه بطيء في ضربات اليد، فاعتقدت انه من الاصابه، ممكن صح، لكن انا ما جتني اصابه فممكن عندي فرصه اكبر اني افوز. ليتس جو. يلا شوف المحطم، شوف المحطمين يا ولد، ايزي وورك. شوف الفايترز الثانيين يحمسوني، يقولوا لي ترى والله صح لك يمدي. صح يا احمد احمد، صح ليتس جو. اوكي طلع طول مني يا شباب، انجرتيني يا ولد ننجنشر. طيب نشوف الامكانيات يا شباب. كبير، لا نفس الطول انا وياه، نفس الوزن، نفس الارتفاع اللي هو الريتش اللي هو الوصول، انا اقدر اني يعني ارفع جولي فوقه. المهم الامكانيات الجسمانيه متقاربه الى حد ما، فيا ليتس جو. جاهزين؟ يلا ريسبكت ريسبكت. يلا الله يعين. لا يا شيخ، حلو. حلو ممتاز والله، صح صدها صد. ايه لا 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 اشوف. اوه يلا يلا خش خش عليه. صحيح. لا 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 يمديك يمديك يا احمد يمديك. حلو 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 حلو، يمديني 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 يمديني. حلو حلو اوكي خلاص خلينا نقوم. اوكي حلو حلو، اخذنا منه نقاط يا شباب، اخذنا منه نقاط جود. اوكي اوكي راوند. حلو شوف 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 شوف، هذه جامد يا شباب، جامد ذي طرحته على طول. كيك اوت نك اوت. شوف 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 شوف. طيب يقول لك تيك ذا فايت to the ground and look the submission by holding LT. If you submission يا اخو يبغوني انزل معاه في الارض، هو في الارض اقوى من يستهبل المدرب، استهبل ولا ايش؟ ما مديني يا اخوي ما مديني، لكن حنلعب بالذكاء. ريسبكت ريسبكت ريسبكت. اوكي اوكي كيك نوك اوت. ها نزلوا في الارض يا شباب، نزلوا في الارض. لا يا احمد لا يا غبي لا يا غبي لا يا غبي. جيت اوت. يا الله جيت امسكه وقام الضار اداني ضربه، رقد شكلي. لا يا احمد لا، ما بخسر يا اخي. صح امسكه، رديتها صح. واه اوكي صح عليك. لا يا ابن الكلب، لا يا اخي حرام عليك، حرام يا اخي حرام يا اخي حرام. كيف يا اخي كذا؟ To spell the end of the night for his opponent tonight, he couldn't have caught him much more flush than that. Joe, full force, beautifully extends the leg. So there's the man of the moment. أفا أول مرة أخسر يا ولد، حتى الجمهور يروح منك، ينقص منك متابعين إذا خسرت. ليه عيال؟ وين الوفاء يا أخي؟ وين الوفاء يا أخي؟ توقفون معي وقفة رجال، سواء خسرت ولا لا، أنا أكمل الطريق، أنا رايح لللقب. ايوه والله شوف الشامتين، شوف الشامتين كيف اللي يا اخي. ها يا ولد يعني كان صراحه حزن انك خسرت الليله الماضيه، يعني هذه من ميغن. طيب ايش حتسوي يعني؟ ما هو التالي بالنسبه؟ يقول بقول له والله انها ما كانت ليلتي للامانه، بكل اختصار ما توفقت، جليت، قام هو شاتني
وطاح الرمة في الأرض. طب يعني طب يا أخي ناخذ يعني كذا خصم يعني حليل يعني. يا ولد كلهم أقوى مني، كلهم رجالة مع هذا. تعال أمس أنزل. المهم جاهزين للفايت، ليتس جو. شوف إمكانيات الخصم، نفس العمر، أطول مني، نفس الوزن، نفس الارتفاع يا حبيبي. أول وصول، ليتس جو. يلا خلاص خلاص، والله والله أفك حرتك في ذاك كلها في الكم. ليتس جو، يلا تعال تعال تعال. صح. لا يا أحمد والله عيب عليه. أمسك يا شيخ، ربي مرة صاير ضعيف أنا. أطرح أرضه، سلام. فوق 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 احمد فوق. يلا حلو 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 حلو. انهي. خلاص 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 يا شيخ، خلاص ما تتك معي كثير. خلاص يا شيخ فوق حرتي بذاك على ذا. صح يا وحش. لا الحلقة القادمة راح نلعب ضد هذا. اوكي طيب 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 طيب. انا لاحظت يا شباب جماعة الخير اني تطوري مرة بطيء، فاتوقع بسبب الجيم اللي انا فيه النادي، فيبغالي اروح نادي افضل. ممكن اذا رحت نادي افضل راح اتطور اكثر وازيد واصير افضل من كذا. اوكي على العموم اتمنى انكم مستمتعين بالسلسلة هذه وتبغونا نكمل ونواصل. يا جماعة الخير لا تنسون تضغطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت، تشترك اذا ما كنت تشترك في القناة. نراكم على خير، في امان الله. Throw some of these strikes, maybe alter the tempo a little bit, and try to make it so it's not just one and done when it comes to his striking attack. He's got to protect himself from the ground and pound, though. That eyebrow cut is getting... Oh! It's unbelievable! Stop. And he got the victory from Ruth.